سبب عدم كفاءة مراوح الشفط في الحمامات والمطبخ بعضها طبعا مو كلها، أن سوء أو طريقة التركيب السيئة التي أدت إلى عدم الشفط بجودة عالية. يعني بوريكم المشكلة إيش هي. لو تسوي كذا تفك بهذه الطريقة، تضغط على هذه الثنتين كذا، تسحبها كذا، بعدين نفس الشيء ترجع تدخلها كذا، بعدين تفكها. شوف الفراغات، فراغ موجود للأسف الشديد بسبب الصواميل هذه اللي نازلة من السقف. الصامولة هذه نازلة من السقف وماسكة الغطاء البلاستيكي الخاص بالشفاط، أدى إلى حدوث فراغ. شوف الفراغ هذا، ما قفلوا الفراغ بشطرطون مثلا، شطرطون حراري أو شطرطون مضاد للهواء والأتربة للأسف، أو حطوا فوم. لكن الفوم مشكلته انه لو تحط هنا حيكون في اهتزاز ممكن او يأثر في الجبس. ف يعني شوف الفراغ كيف، شوف الفراغ كيف، فراغ واضح، فراغ 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 بين الجبس، كأن الهواء يدخل ويخرج جزء منه من هنا، ما يشفط بكفاءة عالية بين الجبس والجسم البلاستيكي للشفاط للأسف الشديد، أو لمراوح الشفط. فالحل الآن نجيب الشطرطون، بوريكم كيف، أو ننظف ذي المناطق كلها من الأتربة، بعد كذا نحط شطرطون خاص بالشفاطات وبالجنجور أو الجرجور عشان يمسك هذه المنطقة، يسدها ما يخلي الهواء يخرج منها. هذه المنطقة شوف كاملة، هذه كلها، او الفوم. لكن الفوم مشكلته انه اذا جاء هنا لصق حيسبب، اذا مثلا كان بعد فتره هذا يهتز او مع مرور الوقت يبدا يهتز فيأثر، يسبب اهتزاز في الجبس. هذا هو الشطرطون الحراري او الشطرطون الخاص بالشفاطات ومراوح الشفط والجرجور حقها، مقاوم يعني، هذا ممتاز. زي ما قلت لكم في الأول، حوريكم بعد كذا كيف نحل المشكلة، بس أول شيء ننظف طبعا المناطق ذي مغبر، ننظفها بعدها نلصقها، وإن شاء الله إنه إيش يكون هذا حل ممتاز. الآن نختبر قوة الشفط قبل تركيب، قبل سد الفتحات بين الجبس والشفاط أو مراوح الشفط، قبل حل المشكلة. شوف الآن شوف ما يمسك المنديل تمام. مرة شوف طاح. الآن ننظف هذه الأماكن حتى تصير نظيفة، نظيفة كاملة كل الجهات. بعد كذا نلصق الشطرطون أو التاب، يصير كل شيء تمام. طبعا بكل سهولة نقيس المسافة من هنا إلى هنا، الطول من هنا إلى هنا، الضلع الأول ثم الضلع الثاني وهكذا والثالث والرابع. أنا قست الضلع الأول، قصيته على نفس الطول أو العرض، والحمد لله هذا الأول. هخلصها كلها وأوريكم في النهاية كيف. الآن شوف كيف نسد الفراغ اللي هنا، طبعا هنا نخفف شويه يعني نخلي عشان لا يظهر برا، وحيسد في النهايه الغطاء البلاستيكي من الخارج، الشبك عفوا. فهذا الان شوف كيف انقفل ما شاء الله ممتاز، الان اتفتحت قفلت، وحنختبر بعد كذا بعد ما نخلص من كل الاضلاع. طبعا الزوايا الان لابد نقفلها، انا قصيت يعني حاجه حق 1 سنتي يعني او اقل من سنتي تقريبا، زي هذه كذا شرائط صغيره كذا حقت الزوايا عشان الزوايا تتقفل صح. الان شوف كيف ما شاء الله مقفل مضبوط، الفراغات الفتحات كلها مقفله بين الجبس والجزء البلاستيكي من صندوق البلاستيكي من مراوح الشفط. بس الفراغات هذه الاركان نسوي بها زي كذا، نلصقها مثلا هذا 1 الزاويه الاولى، نلصقها زي كذا
الصنارة تقفلت صح. نفس الشيء الزوايا كلها، بوريكم الآن بعد ما نخلص. الآن كل شيء مقفل، الزوايا وجميع الجهات. طبعا أنت تخلي فراغ شيء بسيط هنا، لا تزيد عن أكثر من يعني أكثر من السنتي، أقل يعني نص سنتي أو أقل بالمليمتر، لا تزيد المنطقة الخارجية عشان لما نقفلها زي كذا ما تبان، شايف؟ ما تبان كذا، تصير مقفلة. الزيادة تكون في الداخل. وبعطيكم الرابط، بحط لكم الرابط حق الشطرطون اللي عندي، لأنه هو ما شاء الله يعني أكثر من يعني عريض جدا، أعرض من العادي. الآن نقفله ونختبر، نسوي اختبار. أكيد بعد تصليح على حل المشكلة وسد الفراغات ونشوف الاختبار كيف. فرق، أول كان يطيح المنديل، الآن ما يطيح. الآن المنديل صار ما يطيح. لم يقع المنديل، أول كان يقع، الحمد لله، شفتم؟ الآن كيف؟ ها؟ الاختبار نجح. يشفط بكفاءة عالية وجودة عالية.